مشاهدينا الكرام حياكم الله. اسمحوا لي كنت انسى وادخل العزبه قبل لا نسلم عليكم. اسعد الله اوقاتكم ويا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقه جديده من برنامج نبض الباديه واستمراريتنا كالعاده مشاهدينا الكرام في تجوالنا المستمر انا وليد الوهيبي من خلال هذا البرنامج نحو عزيب الإبل المتواجدة في أنحاء السلطنة. نحن مشاهدين الكرام اليوم حقيقة في ولاية الصحم وبالأخص نحن في عزبة الريف اللي هي مالكها الشيخ علي بن ماجد المعمري. اليوم نحن زايرينهم داخل هاي العزبة ومثل ما انتم شايفين مشاهدين الكرام يعني احد العدة اللي هو الخطام الموجود معي واللي انتم شايفين هذا من الفضة الخالصة يتزين ببوش العرضة والمزاينة دائما هنا في محافظات الباطنة. مشاهدين الكرام خليكم متابعين وندخل داخل هذه العزبة ونتعرف على المضمر الموجود هنا. خليكم معنا. السلام عليكم. ايش حالك؟ كيف الحال؟ يا مرحبا. الله يعافيك. الله يحييك. ايش حالك؟ بخير. الحمد لله. نعم ايش حالك؟ يا مرحبا وسهلا. الله يعافيك. ما شاء الله ما شاء الله. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الله يسلمك. يا مرحبا. ماشي. ماشي خبر؟ يا اخي. نعم العلوم. شعلوم. ماشي. اخبار؟ علوم الخير. الله يحييك. يا حيك وسهلا. يا مرحبا يا مرحبا. حياك الله. عادني وني جاي هني عزبة الشيخ علي بن مايد وني اتساءل عن ود سمحة. تفضل. حقيقة وزين أنا لقيتها في يدك يعني. تفضل. مشاهدين الكرام ود سمحة من الزمول المشهورة على مستوى السلطنة وحتى على مستوى دول المجلس. إنتاج أصيل، سلالة أصيلة 100% خالصة. إذا إنتاج عماني ولد سمحة. نعم ولد سمحة. معروف والكل يبغي منه إنتاج. صح. أصبح مؤخرا الناس نعم. كلها تبغي إنتاج من ولد سمحة. صح. لأن بناته حسب ما نعم سمعت أنا. نعم نعم. بناته يبتاعن أبوي. نعم بملايين. هذا هو. ملايين. هذا بناته كلهن أبوي ولد سمحة هذا يعني إنتاجه بناته مزاينة مزاينة وعرضة. نعم نعم كلهن. ينتج رئيس. هي نعم. ينتج الرئيس وينتج مال عرضة وينتج مال مزايد ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. نعم. جميل جدا. نعم. إذا عمره ظاهر عليه عمره كبير 26 الحين عاد 26 سنة. نعم. ما شاء الله. إذا له سلالة طويلة عريضة سلالة. نعم وايد يعني. نعم نعم. عياله أمه طول عمرك أم سمحة. أي وسمحة أبوها ولد مصيحة بإسلي ما شاء الله. وهذا أبوه طول عمرك. نعم ابوه. إيه؟ ود 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 مصيحه. ود مصيحه. ود ومصيحه طول عمرك ابوها بإيد سليم. اي سليم. لا زال الحين يطلبون منه مناخ. نعم لا زال. نعم. الى اليوم. اليوم. جميل. نعم. اذا معناته ما شاء الله الشيخ علي انا اللي حسب علمي انه متقبض فيه. نعم. ولا يفرط فيه. لا 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 لانه يفرط في هذا فرط فيه سلاله ما يطيع عليه ابدا. أبداً. ولو لو يعطن فيه ملايين ملايين. الله الله. نعم ما يبيع. وايضا السبيل مفتوح للي مفتوح. من مفتوح. يعني نوخ يعني مرة عادرته من نفسه اللي ما يباه ما ممكن. الله يعطيكم العافيه. والناس يجونه. نعم. من عمان من كل جهه من خارج عمان من خارج عمان ومن حتى من مشكلة. ما شاء الله. نعم من مشكلة ومن الشرقية ما شاء الله. اي نعم. وحتى سمعت من خارج السلطنة. نعم ايضا يو يبون منه ما بغوها يعني القطر او يشترون بناته يدورون بناته. شوف جو من قطر بغوه طول عمرك وقال لهم لو تعطوني مزر سيارة فلوس ما شاء الله. نطي عليه ما شاء الله. نعم. حقيقة وهو طول عمر الشيخ علي. نعم. ما مشتر منه هو كثر كثر الشعب. الله أكبر. الشعب مشترين أجد منه الحمد لله. نعم. هذا خير وبركة. نعم. وتحسب. نعم. للشيخ. نعم. حقيقة. نعم. على أنه أيضا يحافظ عشاء الله. على السلالة الأمانية الأصيلة. أمين أمين. الله يطول عمركم جميعا. زين ابويا نحن نبغي نتمشى شوي نفتر داخل هاي العزبه. تفضل. ها انا وياك. تفضل. بس هذا يا الزمول كيف بدخله هناك بندمك. يلا رد ابويا. ايوه خليكم متابعين.
مشاهدينا الكرام، نحن لازلنا طبعا متواصلين معاكم اليوم في حلقتنا، وعزبة الشيخ علي بن ماجد المعمري والوالد حميد موجود معاي. ابو سليمان الوالد حميد بن خميس، حميد بن خميس بن خلفان ابو سليمان. والله ونعم ابوي. انزين ابوي حميد، نعم. هذا يعني ما شاء الله جاهز جنة. نعم. ها؟ نعم جاهز. نعم. وعلشان كذا نحن ما نقدر نظهره. نعم. ها؟ زين. لأنه بيهوش علينا. زين. إنزين. هذا أبوي منو أبوه؟ هو نفسه. هذا أبو هذا. أبو. إذا هذا من إنتاج البعير القبلي. وأم بويضة. وأم بويضة. بويضة. وسلالته رايحة تكون نعم. طيبة. نعم. نعم. يعني السلالة من الحين هو من سلالة طيبة راح إنتاجه يكون نعم. طيب. نعم. 100%. نعم. شيء قد نوخته ولا؟ نوخته ولا؟ نعم بناتي سوف طامين. ما شاء الله. نعم وطيبات وقن مال مزاين بناتهم. دخلان مزاين. نعم دخلنا. أكيد إن شاء الله لهن يعني مراكز نعم كذا. نعم. جميل. نعم. يعني أنت ما شاء الله عليك ملم أبوي هنا داخل هذا العزوة. والله نعرفه بنتكلم عن ما نعرفه ما نقدر نجيد كلام. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. تعال أبوي شوية نشوف هاي الثاني. زين هذا من أولى. هذا طول عمرك أم بويضة. هذا أم بويضة. إيه هذاك بويضة، هذاك بويضة بن فلهود يسموه. هذا هي. بويضة بن وني. بن وني. إيه نعم. بن وني. إيه بن وني. بن وني. عبد الله. إيه حكماني. حكماني. حكماني من هني من الباطنة ولا؟ الباطنة. نعم الباطنة. هذيك وهذاك راعي راعي أم جرادي. إيه من جاد جرادي. وأما البعران خواده إلى من الفحل بثنين. 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 من أبوه من هو. هذا. هذاك نعم. إذا هني يعني مربطة. إيه نعم. أنكم ما شاء الله عليه نعم. يعني الشيخ علي نعم. حافظ على الأصل صح. وجاب منه السلالة نعم. الطيبة نعم. لأجل الأصل يكون نعم. متوارث نعم. يعني إذا هم عياله صح. فهمت نعم. وكل السلالة راح تطلع نعم. من الأولاد سمح نعم. نعم. جميل جدا نعم. الله يعطيكم العافية. إيش سمع كل عيال أولاد سمح نعم. عياله نعم بثنين نعم. يعني ما نسميه أسماء ثانية لا ما نقدر نخوض أساميه. هذا أم بويضة الحكماني ايه. وهذيك أم بويضة جرادي. ولكن أبوهم أبوهن واحد. أبوهن واحد. اي نعم. واتسمع. اي نعم. جميل. والعمر. هذا كم عمره؟ هذا عمره طول عمرك سبع. سبع سنوات. سبع. والقبلي؟ هو هذاك شناعي. شناعين. هي. ما شاء الله. هي. إذا والشايب معنا... والشايب 26. هي أبوهن 26. زين يعني هذه الاثنين الحين لهم إنتاج هي. ولكن إنتاجهم الحين حصل على مراكز نعم. الآن نعم. هذا حتى هذا لا هذا بدر جمت أخر شوي بعد اللي أنت وما دخلهم جاي بعد هي والله. لكن يعني شكل طيب شكل شكل طيب. شكل شكل عجيب. أنت على خبرتك حسب هي. خبرتك هي. تقول إنهم لا دخلن نعم. زاينة نعم. راح يجيبن نعم. ما شاء الله مراكز نعم. متقدمة نعم. راح نعم. تشتري كلامك صحيح. الله يعطيك العافية. زين نروح نشوف غيره. ما شاء الله ابو احمد سلم. نعم ما شاء الله يعني وصلنا عند بوش المزاينه كنا نعم. وهذا ما شاء الله البعير موجود هني ما يقول شيء نعم. هاي ما يقول نعم. زين نبغى نعرف نحن ابوي عاد هذا من هو من ابوه طول عمرك ابوه وتسمحه 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 ما شاء الله هذا جد ابو ابو هذاك اليد الحين هذاك الجد ما شاء الله زين هذا على شيفته وشكله يقول انه دخل الاول الاول جاب الاول اي نعم جميل كل الاول جميل كل دخل يجيب الاول اي نعم وهذا اذا مشراي ما ولا معطاي في سعر قصدي لا والله مشراي مشراي اي نعم بكم مشراي حدود 30,000 ريال 30,000 ما شاء الله اذا 30,000 ريال يعني في بوش المزاينة تعتبر شيء سعر جيد اي نعم زين حلو إذا معناته دخل وكل ما يدخل نعم. مزاينة يجيب نعم. مراكز اللول. المتقدمة هي. دائما الأول نعم. ما قلنا مسمينا شيء ود أمه أم الخوارة وهو ود طول عمرك أبوه ود سمحة بس أحنا تطلقون عليه ود سمحة ود سمحة نعم. خير خلاص جميل والعمر عمره عمر ايه؟ ود خمس خمس سنوات هي. خمس سنوات ما شاء الله جميل جدا جميل جميل نخليه نخليه نروح عنه نعم. يعني ما شاء الله ابوي يعني يعني شوي اللهم لا حسد يعني ولكنني اشوف يعني معظم اغلب الارتشاب يعني تلقاهن موسمات لكن ما كثير اشوف انا في وسم حوسو يعني يمكن ما يجي شيء عضل الحمد ماشي لله ماشي ماشي ان شاء الله ها ان شاء الله ماشي ما شاء الله ان شاء الله ماشي باذن الله تعالى بس الحمد لله بس يصيب الخير والعافيه الحمد لله الحمد لله
هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. خل ابوي نتحرك. يود الله ويود مغانم. يود الله ويود مغانم كله طيب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خير وعافية. خلا نتحرك شوية. إذن مشاهدينا الكرام انتقلنا من زمول إلى بوش العرضة. حقيقة شكرا للوالد أبو سليمان. الحين راح نتلاقى هني ويا مضمر العزبة الفاضل محمد بن حمدان البادي. خليكم متابعين ونتعرف على بوش العرضة. السلام عليكم محمد. عبد الله حالك؟ الله يحييك. طب خير الله يعافيك. يا مرحبا. يا مرحبا بك. الله يحييك. الله يحييك. وهني شرفتونا. الله يطول عمرك ويسلم حباله. ماشي اخبار خير. يا مرحبا. شعلو تكفى الهموم. خير يسلم. الله يحييك محمد. الله يحييك. ما شاء الله. وانت جالس زاهب كذي مع بوش العرضه؟ اي نعم. يا ما شاء الله عليك. انا الحين في هاي الموسم بتلقانا دائما مستعدين. زين حلو. نعم. حلو حلو. التوفيق. يا مرحبا. التوفيق يا حمد. تعال بس عاد عشان نتعرف عليه. انا محمد. يا مرحبا. ما شاء الله الحلال وافر عندكم في هاي العزبه. ما شاء الله وبوش العرضة ما شاء الله مزينات. ها اي نعم. بالعدة ومتجهزات شنهن. اي نعم. هاي الحادة بنروح نسوي عرضة هالحين هناك في الدورة ذي. يا ريال زين. العرضة اللي شفناه. ماشي مشكلة. نعم. زين نتعرف على هذه محمد. هاي عرجة. عرجة والله. والنعم. أمها عرجة وأبوها ولد سمحة الفحل اللي شفناها قبل شوي. ما شاء الله. إذا عرجة سلالة طيبة. سلالة طيبة نعم. وأكيد أن لها مشاركات. والله لكن نتمنى يكونها تحوز مراكز. والله تبى الصدق ان احنا ما شاركناها في المباين. اي الناقه يدبناها وركضناها عرضه. اها انزين. والناقه طيبه في العرضه. حلو. نعم. اذا شفتوها طيبه في العرضه وخليتوها خليناها جاهزه للعرضه. اي نعم. والعرضه هذه محمد تعال شوف كذي. العرضه هذه طال عمرك تسوونها هني على كم ولا على مناسبه؟ والله طول عمرك على المناسبه اذا كان في عيد ولا في عرس. اي زين. وهذا لجاهزات. هي نعم جاهزات. جاهزات. انت تركب؟ هي نعم اركب. ها اركب. تحب عرقه؟ لا هي نعم. ما شاء الله عليك. تعال نشوف هني غيرها. ما شاء الله. شوف هذه يا محمد. هاي طول اللي عمرك البويضه. اي والله البويضه. هاي امها البويضه وابوها ود البويضه. تفضل. امها البويضه وابوها ود البويضه. وابوها ود يعني سلاله بويضه. هي نعم سلاله بويضه. جميل. زين اذا بوش العرضه حقيقه في ميزه خاصه محمد يعني تمتاز بهم بوش العرضه. يعني انت لما تنتقي المطيه وتقول هذه انا ابغيها ادخلها على طول عرضه. نعم. ايش اللي انت شفت فيها وقلت ان هذه خلاص للعرضه؟ الشكل. شكل. الشكل هذا واحد. اي نعم. ومن سلاله من ناحيه السلاله. نعم. انزين. والهداوه. والهداوه. نعم. انزين. كل هالمطيه بتكون هديه لما بتطبعها وبتعلمها بتكون طبعا. هديه طبعا. هي نعم. اذا معناته في يعني امور معينه تكون يعني ياخذها بعين الاعتبار. نعم. كل مضمر على انه يميز ان هذه. نعم. يبيها للعرضه وهذه نبيها للمزاينه وهذه كلها الرئيس. صحيح. صح ولا لا؟ مثلا هاي البكره. اي انزين. هاي بكره بتكون صغيره على المزاين. صحيح. انزين بكره يمكن في سنها بكار اكبر منها. جميل. انزين. وهي الناقه قصيره. قصيره. زين ما بتصلح حق مزاين. ما تصلح. هي نعم. قلنا بعد من الاشياء اللي يراعونها. هي نعم يراعونها. يكون فيها طول. تكون ناقه المزاين تعرف انه يكون ويها. ويها ايه. هي نعم. طويله وكذي. وش العرضه نفس الشيء بعد. ما شاء الله. هي نعم. جميل. ايه تعال 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 شوفني وعندي بعد سؤال حقك يا محمد. يعني حلو انت الحين مسكت السؤال اللي انا بغيت اسالك عنه. نعم. هذه طبعا العده اللي تحطونها حقيقه في بوش العرضه. نعم. وهذه من الفضه الخالصه. من الفضة. نعم الخالصه. احنا اليوم ايضا اخذناها وركزنا شوي كذي في البدايه فيها حقيقه. يعني اذا بوش العرضه يحملن على ظهورهن وفي الراس على وجههن ما اقل من 1000 ريال كنا حقيقه. يمكن يكون اكثر من 1000 ريال. اكثر من 1000 ريال. يعني الزينه هذه اللي تحطونها. نعم. فيهن. حلو لان هذا في مناسبات عيد. مناسبات. مناسبات. نعم. فرح احتفالات. وكل اللي بيكون يظهر بالمظهر طيب يعني. أكبر. الله اكبر. نعم. طيب هل يعني لكل عزبه مظهرها الخاص ولا ان بوش العرضه مظهرهن يكون واحد؟ لا في بالنسبه للعده. زين لا يكون مظهرهن واحد. واحد. في العده نعم. جميل. نعم. حلو اذا العده هذه عمانيه خاصة. صح. عمانية خالصة. 100% 100% إذا هذا من صنع العماني حقيقة من الموروثات نسميها. نعم من الموروثات. نعم. جميل حلو. تفضل يا أخويا محمد تعال شوف هذه. هاي البحرية. تعال
البحري. هاي البحري. الله الله. إنزين أمها البحري وأبوها ود البحري. الله سلالة بحري خاص. سلالة بحري نعم خاص. وسموها البحري على صاحبها. على اسم صاحبها الأولي. القديم. هاي القديم نعم. اللي كان الشاف يعني. الله الله. هاي نعم. هذا شيء حلو. توارثوا الاسم من اسم صاحبهم وعرفوا هم ليش، لأن هذاك الرجال البحري قديم كان يمتلك مطيته نعم. ولا هو بعيره يعني البحري المشهور نعم. فهمت شلون؟ والناس اطلقوا عليه لأن يعرفوا الحين إذا عندك سلالة البحري إذا نعم. هي سلالة ما عليها ما عليها كلام صح ولا لا؟ شوف أول 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 الناس الأوليين ايه؟ يفتخر نعم بلقبة طبعا زين لكن الحين يمكن لا لا الحين يسموها خلاص على ما لقينا عليه هي نعم على الاسم القديم على الاسم القديم صحيح هي نعم شطار الاوليين شطار نعم شطار حقيقة شطار يعني قدروا يسرقوا الجو نحن لا نتعلمنا من الاوليين الله اكبر نعم قدروا يسرقوا الجو نشوف هذه بعد يا محمد ما شاء الله هاي سامحة هاي سامحة امها سامحة وابوها ود وابوها ود سامحة جميل انتاج العزبة هذه ولا هي نعم وتسمحه هو وتسمحه نعم جميل. جميل طيب امها يعني من هنا ولا امها من العزبه نعم. من العزبه نعم. اذا انتاج العزبه خالص 100% نعم. جميل اذا ما شاء الله يعني بوش العرضه له النظره حلوه بعد له النظره يعني ما اقل من بوش المزاين زين ما اقل من بوش المزاين نعم يعني في الشيفه وايضا يعني بوش العرضه يعني يلهن توازن في الركض نعم نعم في الركض يعني نعم. هذا مو هين بعد لا والله ما بهين ان لما يركضن الثنتين يوم بعض يقول لك يعني ما نبي يعني فرق سنتي نعم في قال لك في ناس قالوا والله اصحاب بوش العارضه مرتاحين اي زين ما حد مرتاح صحيح من ناحيه الضمار نعم يعني تحاته انت كل شيء طبعا لا لا بالعكس يعني اذا ناقتك انها ايضا لها موازين ناقتك انها اذا اختلت اليوم عن الركض يعني تكون ناقه معروفه وناقه مسمايه نعم يعني الناس بترمس برمسه ما بطيبه شيله الله اكبر هنا عم مثل هاي الناقه وانتم ما ترضونها انا ارضاها كل مضمر ما يرضاها يعني الله يعطيك العافيه هذه محمد هاي الخواره هاي الخواره هاي الخوارة نعم. انا حقيقه لو 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 ما ذكرتوا لي اليوم اسم الخواره في عزبه الشيخ علي بعتب عليكم لا خواره موجوده الخواره من سلالات الباطنيه القديمه اللي نعم. يجب ان تكون موجوده حقيقه في عزبة كل عزبه لانها نادره في عزبه الشيخ علي أي. تحصل من كل السلالات جميل حبيب. كل السلالات جميل. موجوده جميل جميل زين هاي الخواره الخواره امها الخواره وابوها والسمحه الفحل الله جميل شفتوه قبل نعم هي نعم اذا الخواره حقيقه يعني سلاله باطنيه هي نعم قديمه وهديه وناقه طول عمرك نعم. ناقه شبوك في العرض ركضناها كم مره زم ما شاء الله وناقه حازت على من عوايز من على ظهرها كان انا يعطيك العافيه يا محمد ربي يعافيك الله يطول عمرك يا مرحبا محمد ايش رايك ننتقل بوش المزاينه شوي يا مرحبا نتعرف عليهم يا مرحبا تفضل اذا مشاهدينا الكرام نروح الى بوش المزاينه وخليكم معنا هاي بوش المزاينة هي والنعم هذه من؟ هاي كتشة هي كتشة هاي نعم هاي كتشة ما شاء الله عليها و طول اللي عمرك أمها كتشة وأبوها سراب أبوها سراب هذه؟ نعم هذه لها شيء مراكز لا والله مجهزينها طول اللي عمرك أول دخول؟ أول دخول السنة أول إن شاء دخول. الله ما شاء الله هي نعم متبشرين فيها خير إن شاء الله إن شاء الله ها؟ إن شاء الله يا الله حلو نتمنى التوفيق إن شاء الله نشوف شيء ثاني هناك يا محمد هذه من ودي هاي الغزيلة اي هاي ابوها ود الغزيلة وامها الخوارة ما شاء الله هاي نعم جميل جدا اذا معناته الغزيلة يعني نقول احتمال انه مبشره بشيء خير ولا اخذت من قبل مراكز والله حازت على المركز الاول من يوم هي مفروده الحين السنه الثانيه ما شاء الله هاي نعم زين وش مراكزها والله حازت على المركز الاول عدة سنين سنين وحصلت على 4 سيارات ما شاء الله ما نعم شاء الله ما شاء الله سيفين طول لعمرك نعم. وكاس اذا 4 سيارات وسيفين وكاس اي نعم محصول جيد مشاهدينا الكرام الغزيلة ان حصدتها حقيقه من خلال المزاينه اعطوهم خلوهم يشوفوا الغزيلة اللي حصدت هذا الجوائز من خلال زينها وحلاوتها حقيقه نعم. يعني واضح 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 مبين يعني مواصفات الجمال موجوده في غزيله اي نعم يعطيك العافيه محمد يا مرحبا مشى صبرينا هذا من هاي طول لي عمرك ريمه ريمه هي نعم ما شاء الله هاي ريمه نعم امها ريمه وابوها ود سامح الفحل الفحل الموجود هي نعم الفحل الموجود ما شاء الله زين وشاركنا بها وحازت على مراكز المركز الثاني والمركز الثالث شيء طيب انزين شيء طيب هي نعم حلو
اذا المركز الثاني والثالث ترى ما بقى شيء، ما تنازل عن المركز، بقت خطوه بس هو مركز يعني ان شاء الله الاول يعني. باذن الله تعالى. جميل، حلو حلو. وهذه وهاي طول عمرك السبيعه. اي السبيعه ما شاء الله من اندر السلالات عندنا في العزبه، واضح واكيد لها سبيعه شيء لها انجازات انجازاتها. نعم، حازت على شاركناها وحازت على المركز الاول ما شاء الله، امرات عديده يعني. جابت شيء شو يعني، سيارات ولا سيوف ولا؟ والله طول عمرك في رصيدها سيارتين ما شاء الله، وتقريبا سيفين وكاش ما شاء الله. حصلت على خنجر في هذا الشيء عارف. هذا الشيء الجميل يعني، هذا الواحد اللي يبغي منها سلاله حقيقه انتاج يعني. يبون من طيب. من دول مجلس التعاون يبونها يعني، من قطر يبونها، وقال لهم ما بيرضى الشيء، ما رضى، وصلت 3 مليون ما شاء الله. ما بيرضى واحده يعني قبل ما تدخل تجيب لك سيارات، تجيب لك انتاج، مو بقصد القيمه للشيء، نعم. انا بقصد الشيء المعنوي يعني، كم فرحتي انا لما تناقتي ناموس. نعم الله يعطيكم العافيه يا رب. زين، وهذه وهاي طول عمرك الغزيل، ايه حازت على المركز الاول نعم، وحصلت على سياره ما شاء الله، ولكن الناقه طول عمرك من سنتين ما شاركناها بها تعطلت. اي انزين نعم، في الهواء ولا فوق؟ لا في يدها، في يدها صابت بلين. زين، ما وسمتوها ماشي؟ لا والله وسمناها، لكن بعدها بعدها نعم. يبالها يمكن اكتشافها، يبالها وقت ما شاء الله. جميل جدا، اذا معناتها الحين مرينا على بوش المزاينه، وهناك ما شاء الله الخير وافر. نعم. لكن نحن طال عمرك بعدني انشد عن البويضه اللي يعني هي سلاله نادره تراها. البويضه نعم موجوده، وهذه كوين موجوده هذيك اللي هنا. اي نعم ما شاء الله. ايش رايك نروح يمها شوي؟ يا مرحبا، تفضل تفضل. اذا محمد، نعم هذه هي البويضه. نعم، هاي البويضة وابوها ولد سمحة طول عمرك. اه وامها البويضة. نعم. نفس الشيء من اندر السلالات عندنا في طبعا العزبة. طبعا وناقة لها انجازات، شاركت وهي عمرها تقريبا سنة. نعم. وحازت على المركز الاول. جميل. وهي تشارك السنة الناقة طول عمرك ما صلحت، ورديناها للاهل. ما شاء الله، خلاص الحين عاد منها. نعم، قلنا بنخليها بهيبتها وبسمعتها، ما نبغى نقول والله انها بويضه سبقت، ناخذ منها الانتاج. ناخذ منها الانتاج. جميل، حلو. ويشاركن عيالها ان شاء الله. ان شاء الله تاكد ان السلاله الطيبه ما تجيب الا طيب. لا، السلاله الطيبه ما تجيب الا طيب. اي نعم، ان شاء الله تكون التوفيق ان شاء الله في انتاج سلاله بويضه ان شاء الله. طبعا هي بويضه هي الاساس في العزبه، هي الكل بالكل. اوه، هي الكل هذه المدلله. هي الكل بالكل. نعم، المدلله هذه مدلله العزبه. يعطيكم العافيه يا ربي. يا مرحبا. اذا اخوي محمد، احنا الحين نبغي نروح الى مساله التلبيس، ايش رايك؟ نعم، تلبيس ونشوف العده شوي كذا تعرف. إذن مشاهدين الكرام، وعدناكم أن نعرفكم على العدة اللي تتلبس بها البوش في العرض، وأيضا مسمياته من خلال محمد بن حمدان البادي مضمر الموجود هنا، وهذا طبعا اللي في يدي هو الخطام. محمد، هذا الخطام نبغى نعرف بس من شو هذا الخطام مصنوع. هاي طول عمرك من حبل البريسن. بريسن ما شاء الله. هي نعم. وهاي من 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 الصوف، من غزل. اي وهاي من شعر. من صوف الضان. صوف ضان ما شاء الله. نعم. اذا الصناعه تكون عمانيه. ما شاء الله. نعم، مثل ما قلنا. وغالي غالي يعني، غالي نعم، غالي نعم، مهين غالي نعم. طيب اذا الخطام فانيلا شداد. شداد نعم، شداد. ايوه هاي شداد. نعم، هاي طول اللي عمرك. هاي اللي تحت الشداد. ايه. هاي بداد. بداد. اي بداد. ايه. تحمل ناقه طول اللي عمرك. من 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 سخونة يمكن من من ولا يعني قشرها. ايه. الشداد. اي بلا بلا. زين، هاي شداد مصنوع من 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 الحطب. اي من حطب السدر. حطب قوي بعد. اي نعم. وهاي فضه. فضه خالصه. فضه خالصه نعم. وهاي وشر من 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 الفضه. مشاهدينا الكرام، فضه خالصه جدا مثل ما انتم شايفين الان، هي نفس فضة الخناير، وايضا حتى ما شاء الله الشعار هنا موجود. نعم. تلاحظونه شعار الخنير يعني موجود.
اذا هذا هو شداد طال عمرك وهذا اللي هو البطان. البطان اللي مية طبعا من تحت البطن لفوبا علشان يود الشداد على المطية. وهذا اللي هي المحوي. المحوي على مركب الناقه مصروع طول عمرك من الليف للنخل بين زين. وهاي من 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 منصوف الضان لكن مصبوغ ما شاء الله. هل محمد لا زالوا الناس اللي يصنعون هذا بعدهم مستمرين؟ هي نعم لنا الحين موجود الحين نعم جدا صح. وعلموا عيالهم ما شاء الله وصنعوها الحين. الله زين وصلنا الى المحقبه. المحقبه المحقبه نعم المحقبه زين. المحقبه هاي مصنوعه طول عمرك من صوف الضان. صوف الضان زين. وهاي غزل قطن ما شاء الله. نعم. لها مقياس معين. هي نعم لها مقياس. مقياس معين معروف. نعم. لكل البوش. لكل البوش. جميل. هي نعم. نعم. إذا معناته الحين شوفوا مشاهدينا الكرام لاحظوا هناك أحد الأخوان هو يلبس الخطام على الناقة الحين. نعم. هذا شيء تشرح لنا محمد بس كيف وضعه لف أول شيء على الوي. نعم. على مشم المطيه ومن عقب يخليه على رقبته. على رقبته. هي نعم. لفه في ربطه طبعا. هي نعم في في في, في ايضا يعني. ما يزرها. لا لا ما يزرها بالياس. نعم. جميل حلو حلو. من عقب يخليه الشداد. يخلي شداد. الشداد نعم. اذا هذا مشاهدينا الكرام مثل ما انتم شايفين الحين قاعد يوضع الشداد على ظهر ومن عقب المطيه بعدين يبلض البطان من تحت. هي نعم. ومن عقب جميل ويلفه في مكان معين من الشداد. مكان معين نعم. نعم. ويرده ويزرع المطية. ويزرعه هذا يباله شويه يباله شويه زر. حلو. آه. بعد القياس الزرع القياس اي بعد اي بعد صح. جميل. بعدين المحوي خلف نعم. خلف السنامي. هي نعم. هي على مركب على مركب المطية اللي هو اظني مثل مقعد للركب. للركب هي نعم. جميل للركب. حلو. واذا المحوي ايضا يمسكونه بالمحقبه. المحقبه هي نعم. جميل جميل شيء حلو حقيقه. إذا في أيضا لكل شيء وضعية معينة. نعم. وأيضا ربطة معينة وربطة أيضا كذلك يعني بطريقة أنها ما تأذي المطية. جميل جدا. دوره دورة واحدة يلفها دورة ثانية ولا بس يكتفي لا بس به يكتفي يحط يخلي باقي الاعتاد. هذه هذه إصدار. إصدار إصدار نعم. إصدار إصدار وين يحطونه؟ يخلونه على صدر المطية من عقب يجيبونه على الغالب. ممتاز جدا. هي نعم. نوخ جميل. هني علشان يركب اصدار يجب انه ينوخ المطيه لاجل يتمكن من انه يوصل. ايوه جميل. يوصل الاصدار على حلو على صدر المطيه عقب يخلى اي يوديه حقيقه الى شداد. نعم شيء جميل. يعني كل شيء تابع لشيء. كل شيء نعم. وكل شيء له مكان كل شيء له مكان معين. معين يعني. الله الله نعم. الله الله, الله. جميل جدا حقيقه. تعرف ان الشداد ما يركب مكان المحقبه. لا لا لازم مكان حال. لا وبعدين تلاحظ انه في مقاييس يعني مقاييس. نعم مقاييس. الله عليك. بعدين بيجيب اللي هو الخيري ويحطه. الخيري نعم مخلي. جميل. الخيري هذا بعد لها ربطه ولا ربطه؟ نعم يخليه في الشداد. نفس الشيء. ما شاء الله الشداد يجمع شداد الكل. يعني شداد في اماكن بس سأل ليش هالاماكن لكن كل شيء شف يعني كل شيء شيء يعني. جميل جدا جميل جميل. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. بعدين بنجيب اللي هو الياعد. اي نعم. ويحطه على شداد. يخليه على الخري. على الخري اسف. مكان المركب المطية. اي حلو. علشان ايضا الراتب ياخذ راحته. راحته وتظهر المطية بالمظهر. المظهر الطيب يعني. طيب نعم جميل جدا. حلو حلو حلو. هاي اعداد بس خاص لناقة العربة. اكيد. ما يخلى على ناقة مزاين ولا يخلى على لا 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 لا, لا, لا. بس خاص لناقة العربة. نعم. الحين اذا اصبحت هذه المطية جاهزة للعربة. هي نعم. ها؟ نعم. يلا خوز محمد. عاد انا بروح استعرض. تعال يا ريال. تفضل. ما شاء الله يعطيك العافية يا ابوي. ما قصرت شيخ. جميل جدا. جميل. حلو. إذا مشاهدينا الكرام هذا هو تلبيس مطية العرضة. هي الحين أصبحت جاهزة. تعرفتوا أيضا على العدة كاملة اللي تلبسها وشفتوا شلون طريقة اللباس وسمعتوا أيضا مسمياته. إذا مشاهدينا الكرام لمسات جميلة جدا في هذه الحياة البدوية ومع حياة الإبل بالأخص. نحن اليوم استمتعنا بهذه الرحلة الممتعة جميلة حقيقة داخل عزبة الريف عزبة الشيخ علي بن ماجد المعمري.
اللي حقيقه نشكرهم على حسن تعاونهم معنا، والشكر موصول لك اخوي محمد الحمدان البادي. ما قصرت يا محمد، كفيت ووفيت وحقيقه يعني اليوم يعني استمتعنا نحن معك. يا مرحبا بكم، والله تشريف كبير. الله يحفظك، تحياتنا لكم وللشيخ علي بن ماجد حقيقه على تهيئه المكان لبرنامج نبض البادية. ونتمنى ان شاء الله بس فقط يعني ان نكون نقلنا صوره طيبه عن عزبتكم. الله يحييك. اذا مشاهدينا الكرام، تتبقى هناك جزئيه اكيد انتم في انتظارها، ولكن خليكم متابعين. مجان تملي العين. حبايب قلبي، سؤال برنامج ليلة خميس كالعادة ما في أسهل منه، والسؤال هالأسبوع يقول: غنت أغنية أجيك واحد يارا، اثنين نوال الزغبي، ثلاثة شيرين. ارسلوا رقم الإجابة الصحيحة على الأرقام التالية. قناة مجان تملي العين. مشاهدينا الكرام، ولازلنا متواصلين معاكم في برنامج نبض البادية وحلقة اليوم. نحن لازلنا مشاهدينا الكرام في ولاية صحم الجميلة حقيقة. اليوم نحن تجولنا داخل العزبة اللي هي عزبة الشيخ علي بن ماجد المعمري، وحقيقة تعرفنا على الحلال وأزمول الموجودة داخل هذه العزبة. وأكيد يعني أنكم تنتظرون فالعادة جلسة نبض المشاعر اللي تنبض حقيقة هنا مع أبناء البادية، سواء بفنون أو سوالف عن الموروثات والتقاليد والعادات، أو حتى عن الفنون البدوية اللي تتواجد دائما معاهم في جلساتهم المسائية، وعلى ظهور الإبل أيضا. إذن مشاهدين الكرام، معي ما شاء الله مجموعة وافرة من الحضور اللي راح يسمعنا ما شاء الله شيء من الفنون. بنبتدي مع المجموعة. حياكم الله جماعة، جميع شو أخباركم؟ الله يعطيكم العافية. ما شاء الله أنا أشوفكم جاهزين ومتحمسين، بتسمعونا أنتوا أكيد شيء من الفنون، فنون البادية. الهمبل يعني عبارة بتخلونا الحين حن راكبين على ظهور الليبل كذا. يلا نسمع الهمبل. هذا جد من التبسم تضحك لمن جيد بينها، هذا جد من التبسم تضحك لمن
يعطيكم ألف عافية على هذا الأداء المتميز، وأيضا أنتم ما شاء الله عليكم كأنكم مشكلين فرقة هامبل. يعني الهامبل دائما يذكرنا يعني بزمان أول لما يجون على ظهور الإبل وهم يقولون الهامبل، ولا أنا غلطان يا مسلم؟ أرفع ناقل الصوت و... ما شاء الله لا زالوا يقولون الهامبل مسلم الآن. يعني أنتم مثلا هني لما تركبون على ظهورهن تقولونه؟ هو دائما سالم في المراكز العرضة الهامبل يعني وارد 100% يشلونه وهم رايحين ولا وهم جايين في المركز. ها هذا نقوله، لكن حتى في العزب بعض الناس حتى في العزب وهم جالسين وهو يتولفون كذا يرمسون كذا وقالوا ايش الهمبل ولا طارق ولا والبدو، هذا حالتهم. زين هو هذا الشيء الحلو، يعني شيء يجمع يجمع الناس ومحافظ نفس الوقت على التراث. الله يعطيك العافيه. اذا هذا اللي قاعد يتكلم معاه اعتقد عرفتوه مشاهدينا الكرام، يعني زايد القرايني ومن شفته زايد اكيد تنتظرون شيء منه. اعطونا ناقل الصوت الله يخليكم بس يم زايد ويم خويه، وش بنسمع منك زايد دامك موجود هني اليوم؟ احنا بنصيدك عاد. والله طول عمرك كل شيء الموجود نقول بالموجود. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، تفضل يا زايد. الكوسع يا شويه ونديك في هوا يا هدون تبريد، الكوسع يا شويه ونديك في هوا يا هدون تبريد، الكوسع يا شويه ونديك في هوا يا هدون تبريد، الكوسع شوية ونديك في هوا يا هدون تبريد، برض الفيا يا فيلي عذية موطن خوايا ويرين معاديد، برض الفيا يا فيلي عذية يا برض الفيا يا فيلي عذية في هوا يا هدون تبريد، سهرة ولا يا فيها قذية غير الوضيع حقايد الصيد، سهرة ولا يا فيها قذية غير الوضيع حقايد الصيد، ونديك في هوا يا هدون تبريد، يا الكوس اللي يهب ونديك في هوا يا هدون تبريد، الدور ما يخضر روعدي يا وعش به جديد، الدور ما يخضر روعدي يك في هوا يا هدون تبريد، يا الكوس هب ونديك يك في هوا يا هدون تبريد، سكان هوايا بدوين عفية للضيف تايا ارحبا وتمجيد، سكان هوايا بدوين عفية للضيف تايا ارحبا وتمجيد، يك في هوا يا هدون تبريد، يا الكوس اللي يهب ونديك يك في هوا يا هدون تبريد، غير الترايا حب والتحية غزلانها يوم تشفي المياهيد، غير الترايا حب والتحية غزلانها يوم تشفي المياهيد، يكفي هوا يا هدون تبريد، يا الكوس اللي يهب ونديك يكفي هوا يا هدون تبريد، الزين اللي يذن اللي حير عاليده يا اللي مهد
جديد الزين ما يقرون اللي حير عالي دويا يلي ما جديد يكفيها ويا دون تبريد يا الكوسلي هبة وندي يكفيها ويا دون تبريد بعيون شايا لا يندعي حزن طبي عدون تقليد بعيون شايا لا يندعي حزن طبي عدون تقليد يا هبة وندي يكفي هوايا عدون تبريد القوس يا هبة وندي يكفي هوايا عدون تبريد وسلمتوا جزاكم الله خير. الله يعطيك العافية زايد وحميد، حقيقة ما قصرت وأيضا شلة جميلة أكيد من كتاباتك زايد. يا البدو ننشب حي الله شيء شروى شروى الشبقة. الله يعطيك العافية، والله ما فيك حيلة يا زايد. إذا مشاهدينا الكرام، عندي أيضا شاعر جنة، كيف حالك أبوي؟ الحمد لله. اسمك؟ عبد الله بن راشد بن سعيد بن عبد الله البريكي. قول القصيدة. ماشي قصيدة؟ ما شاء الله عليك. إذا مشاهدينا الكرام، حقيقة جلسة طيبة وما ودنا تخلص على هذا الجو المسائي الجميل هنا في هذه البادية الجميلة، بادية ولاية صحم. نحن اليوم استمتعنا وياكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج نبض البادية، على أمل ملتقانا وياكم في حلقة أخرى بإذن الله تعالى في نبض آخر من نبض البادية. حقيقة كنا اليوم في أيضا عزبة الشيخ علي بن ماجد المعمري، وشكرا جزيلا لكل التعاون اللي حصلنا داخل هذه العزبة والقايمين عليها، وشكر أيضا لضيوفنا ولكم أنتم مشاهدين الكرام. مني أجمل تحية، والتحية الأجمل والأحلى من مخرجنا وليد لوهيبي، ونقولكم ملتقانا بإذن الله تعالى في نبض آخر.